الواحد وهو قاعد في البيت عادة بينزل يشتغل شغلانة هو ما بيحبهاش أو شغلانة مؤقتة لحد ما يلاقي الشغلانة اللي هو بيحبها، أو حتى لو واحد مسافر وهو مش قادر يكمل الفلوس بتاعته. دي كلها مشاكل بتواجه الناس، إن هي بيبقى عندها وقت فاضي كتير وأحيانا بيضطروا يشتغلوا شغل مش بيحبوه لمجرد إن هم يوفروا فلوس للفترة ديت. بس للأسف الناس ديت مش عارفة إن في طرق كتير ممكن يشتغلوا بيها عن طريق الأونلاين وهم قاعدين في البيت أو هم مسافرين، وساعتها لو هم قاعدين في البيت بيوفروا فلوس الفترة اللي هم قاعدينها لحد ما يلاقوا شغل مناسب، ولو هو مسافر يبقى بيوفر فلوس السفر بتاعته حتى لو هو مسافر فول تايم. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه اهم الطرق اللي انت ممكن تقدر تشتغل بيها في البيت او حتى وانت مسافر. ناس كتير قوي لما يجي لها فكره ان هو يشتغل في البيت فان هو كده قاعد مأنتخ، او ان هو بيشتغل في الوقت اللي هو عايزه. ماشي، هو ممكن يكون بيشتغل في الوقت اللي هو عايزه، بس احنا عاده بيبقى محتاجين سكيلز او مهارات معينه، ده زائد ان هو يبقى عندهم وقت فاضي كتير علشان يقدروا يشتغلوا. مش معنى ان هو شغل من البيت فانت يبقى عندك طول اليوم شغل وانت تشتغل ساعتين او ساعه. مبدئيا كده هو الشغل دوت سهل وصعب في نفس الوقت، بمعنى ان انت مش مجرد ان انت تدخل تقدم الابلكيشن بتاعك ان انت تتقبل او ان الحاجات كلها سهله ان انت ممكن تقدر تعملها، لا، في المجال بتاعك انت ممكن تبقى شغال فيه في شركه، بس ان انت ممكن تقدر تشتغله من البيت او انت مسافر او في اي مكان. هو مجرد ان انت عندك انترنت ولابتوب تقدر تشتغل في الكلام دوت في اي حته في اي وقت. خلينا نبدا على طول من غير اي مقدمات طويله، وهنبدا على طول باول حاجه وهي الترانسكريبشن. الترانسكريبشن بقت شغلانه منتشره كتير قوي على الانترنت، وبالنسبه للناس اللي بتسافر او الناس اللي عندها وقت فاضي كتير، فديت بتبقى حاجه مميزه جدا، بالذات لو هم بيعرفوا يكتبوا كويس وعندهم لغه كويسه. طبعا بقى في مواقع كتير قوي على الانترنت، وكل موقع بيختلف عن الموقع التاني في الطلبات اللي هو بيعملها او في طريقه الدفع بتاعته او الاجر بتاعه مثلا اللي هي في الساعه. ففي مواقع بتبدا من $10 للساعه لحد $50 و$60 في الساعه. كل اللي انت بتعمله ان انت بتسمع مثلا اوديو او بتتفرج على فيديو، والكلام اللي هم بيقولوه انت بتكتبه، وزي الترجمه كده بتاعت الافلام او سب تايتلز سواء ان هي انجليزي او عربي. في حاجات بيحتاج ان انت تترجم، وفي حاجات بيحتاج ان انت تحطها بنفس اللغه. يعني انت بتسمع مثلا الفيلم او الفيديو ان هو بالانجلش، وبتحط نفس الكلام اللي بيتقال بس انت بتكتبه. طبعا في شركات كتير جدا شغاله على الكلام ده، بس لان ليها عقود مع شركات تانية. بس في الواقع ان انت ممكن تقدر تشتغل الكلام ده كله من البيت بتاعك او انت مسافر او في اي حته، مجرد ان انت معاك لابتوب وانترنت وعملت الاكونت بتاعك، بتاخد الفيديو دوت ان انت بتقعد تشتغل عليه في اي حته حتى لو انت قاعد في كافيه، وبعد ما تخلص بتعمل سبميت، وبعد كده المفروض ان انت بتعدي مبلغ معين اللي هو نفترض ان هو $100، وبعد كده بيقدروا يحولوا لك عن طريق باي بال او عن طريق البنك اكونت بتاعك. تاني حاجه معانا وهي تشات كاستمر سيرفيس، ودي عباره عن خدمه جديده بقت توفرها اماكن كتير وشركات كتير ومواقع كتير، اللي هي بتسهل او ابسط من ان انت ترفع سماعه التليفون وتتكلم. دلوقتي لا، انت تقدر تدخل تعمل تشات مع اي حد من الشركه ديت، وساعتها بيساعدك اسهل بكتير من ان انت تكلمه في التليفون، وبقت متاحه في حاجات كتير زي اي باي وامازون ومواقع كتير جدا، واعتقد ان هي موجوده في مصر عن طريق سوق.com. فكل اللي انت بتحتاجه عشان تشتغل الشغلانه ديت، بدل ان انت تروح الشركه نفسها وتشتغل هناك، لا، المفروض ان انت بتقدم على طلب مع الشركه ديت ان انت عندك مثلا 5 ساعات وقت فاضي في اليوم، ونحددهم ال5 ساعات دلوقتي هيبقوا من الساعه كذا للساعه كذا، وبتقول لهم ان انت عايز تقدم على الشغلانه ديت. ساعتها بيعملوا لك تيست كده سريع، ولو عديته خلاص ان انت بتشتغل معاهم، ويبقى المفروض معاك عقد كمان اللي هي مش حاجه فريلانسنج بس، لا، انت المفروض عندك 5 ساعات كل يوم مثلا من الساعه 12 للساعه 5 انت شغال مع الشركه ديت، وبقيت اليوم عندك فاضي. وانا شخصيا اشتغلت الشغلانه ديت كجزء من شغل تاني كنت شغاله، واشتغلتها فتره عن طريق برضو امازون، واعتقد ان هي هتبقى حلوه جدا، بالذات ان انت لو هتشتغل عن طريق الشركه دايركت مش عن طريق اوت سورس. فببساطه جدا ان انت ممكن تقدر تقدم على موقع دايركت سواء عن طريق امازون او اي بي اي او ابل، او ان انت بتقدر تشتغل عن طريق مواقع بتوفر لك فرص في الشركات ديت، او هي بتجيب لك فرص تانيه، مش لازم شركات تبقى معروفه قوي، بس هي بتبقى مواقع تراستد زي thechatshop.com. ده موقع بيقدر يوفر لك تشات كاستمر سيرفيس عن طريق مواقع كتير جدا، واحيانا مش بيحتاج ان انت يقول ان انت بتشتغل عن طريق انهي موقع. هو بيديك بوليسي ان انت بتحددها او ان انت بتطبقها مع الكاستمر اللي هو بيكلمك وخلاص وشكرا، وبعد كده بيمنت بتجي لك مثلا كل اسبوع او كل شهر او حسب لو هي هتعدي ليميت معين. تالت حاجه معانا اونلاين كورسز كرييتور، وده حاجه ببساطه كده ان انت لو عندك سكيلز او مهاره معينه او تقدر تدرس في مجال معين، بتقدر تدخل تعمل اكونت وتبدا تعمل معاهم تيست معين في المجال بتاعك، ولو انت مؤهل معاهم ساعتها بتقدر تعمل كورس سواء ان هو اونلاين او كورس ريكوردد. وساعتها لو حد هيدخل ياخد الكورس دوت سواء ان هو اونلاين هيبقى فيه بيمنت على طول، بتبقى دايركت على الحساب بتاعك عن طريق باي بال، او ان انت مثلا حاجه هتبقى ريكوردد، الناس اللي هتشتري الكورس بتاعك دوت او اللي هي عايزه تاخد الكورس دوت لما بيشتروه بيجي لك البيمنت بتاعتك عن طريق باي بال. يعني ببساطه كده لو انا مثلا كويس قوي في التصوير ممكن اقدر اعمل الكورس ده سواء اونلاين او ان انا اعمل لهم حلقات واديها لهم، ولو حد هيشتريه او حد هيحضر الكورس بتاعي اونلاين ساعتها البيمنت بيجي لي على طول عن طريق باي بال، وهم طبعا بيبقى ليهم نسبه لان هم اللي بيسوقوا للكورس بتاعك.
رابع حاجة معانا وهي اليوزر تيستنج. اليوزر تيستنج ده ببساطة ان انت بتدخل على موقع معين وبتقعد تلف فيه وتقعد تقلب فيه وتشوف ايه الحاجات الكويسة او ايه الحاجات الوحشة، وفي الاخر بعد ما تعمل السيرفي بتاعك دوت او بتعمل الفيدباك بتاعتك اللي هي بتاخد مثلا تقريبا نص ساعة، بتقول لهم مثلا في حاجة مش كويسة في المنطقة الفلانية، في صورة مش مظبوطة ممكن تتغير، بتقول لهم فيدباك بتاعتك بكل صراحة. التجربة تقريبا بتاخد معاك كلها من نص ساعة لحوالي 40 دقيقة، وساعتها على حسب التجربة او على حسب الموقع على حسب الفيدباك بتاعتك الكلام ده كله هو اللي بيحدد البيمنت بتاعتك، وتقريبا بتوصل من 10 ل 20 دولار للساعة او مثلا للتجربة. خامس حاجة معانا وهي بوست لوب. بوست لوب ده بيوفر خدمة لناس كتير قوي وشركات كتير قوي ان هو يبين البوست بتاعه او صورة او الفيديو او ايا كان بقى البلاتفورم كمان اللي بيشتغل عليها سواء تويتر انستجرام او فيسبوك، يبان ان الحاجة اللي هم بيحطوها ديت الناس اكتف عليها، ودوت عن طريق ان انت تدخل على الحاجة ديت اللي هم حاطينها سواء الفيديو او الصورة او ايا كان، وبتبدأ تعلق على الحاجات اللي هم حاطينها وتخلي فيه تفاعل، يبان اكتر ان البوست دوت نشط. دوت مش عن طريق الفيسبوك، لا ده عن طريق حاجات تانية مواقع تانية ليها علاقة بالبوست لوب. بس في عيب في الويب سايت اللي هو بتاع بوست لوب دوت كوم ان هو مش شغال في اماكن كتير قوي في الميدل ايست، فمش عارف ممكن الناس تجربها في كل بلد ويقولوا لي هو مش شغال فين بالظبط. رقم 5 او 6 تقريبا انا مش عارف ايا يكن، النقطه اللي معانا دلوقتي اللي هي فيرتشوال بوك كيبنج، واشهر موقع للفرصه ديت هو glassdoor.com. ببساطه ده موقع بيبقى فيه ناس او فيه شركات صغيره محتاجه محاسبين ان هم يعملوا تاسك او حاجه معينه لفتره قليله جدا، وفي المقابل دوت بيدفعوا على حسب التاسك بقى هي بتاخد قد ايه منهم او على حسب الحاجه ديت اللي هم هيعملوها بيدفعوا لهم عن طريق باي بال، ودوت ما بياخدش وقت خالص، ان هو مجرد ان انت بتعمل التاسك بتاعتك وبتعمل سبميت وان هو بيعمل ريفيو عليها، ولو عجبه الكلام دوت بيبعتلك عن طريق باي بال على طول. بس للاسف الموقع دوت بيحتاج منك شهاده جامعيه، ومش عارف الشهاده الجامعيه بتاعتنا بتاعت مصر ديت او الجامعات العربيه بشكل عام هتنفع معاهم ولا لا، لان اللي جرب الحاجه ديت كان واحد عايش في انجلترا، فالتعليم مختلف والشهاده هتبقى مختلفه. بس عامه الموقع دوت هيدفع لك تقريبا 20 دولار في الساعه، ولو انت محاسب ومعكش الشهاده ديت وعايز تشتغل حاجه زي كده عن طريق الموقع، في كورسات عن طريق الموقع نفسها بتاخدها بيبقى يخليك مؤهل ان انت تقدر تشتغل معاهم حتى لو انت معكش شهاده. رقم 7 وديت اهم نقطه بالنسبه لي وحاجه انا حاليا شغال عليها وانتم شايفينها حاليا دلوقتي، وهي اليوتيوب. اليوتيوب من احسن الفرص بالنسبه للناس اللي بتسافر او حد عنده كونتنت معين او حاجه معينه بيقدر يتكلم فيها، او حتى في ناس بتبقى بتعمل حاجات هايفه، بس ان انت تقدر تعمل فيديوهات بشكل مستمر، والفيديوهات ديت بعد ما تعدي ليفل معين. اليوتيوب دلوقتي حاطط بوليسي جديده ان انت لازم الاكونت بتاعك يعدي 1000 سبسكرايبر او الشانل بتاعتك تعدي 1000 سبسكرايبر، زائد ان توتال الفيوز عندك يبقى فوق ال 4000 فيو، وبعد ما تعدي المرحله ديت جوجل بيقدر يحط ساعتها اعلانات على الفيديوهات بتاعتك، وساعتها انت بيجي لك الريفينيو دوت عن طريق ادسنس اللي هو حاجه عليها علاقه بجوجل. حاجه ثانيه اقدر اربطها باليوتيوب برضو، ان انت لو عندك بلوج خاص بيك، لو انت مثلا مش بتحب تعمل فيديوهات او بتعرف تكتب كويس جدا، ممكن تكتب وتعمل بلوج خاص بيك وتربطه برضو بادسنس، ودوت هيبقى ليه ريفينيو برضو مختلفه، بس حسبته مختلفه خالص عن اليوتيوب. رقم 8 معانا وهو امازون ميرج. احنا لسه متكلمين على امازون من شويه ان احنا نقدر ندخل نعمل عليه تشات كاستمر سيرفيس. امازون ميرج ده حاجه تانية، انت بتبقى شغال عن طريق امازون نفسها ان انت بتحط حاجات معينه في امازون وهو بيقدر يبيعها لك. ببساطه كده ان انت لو عندك ديزاين كويس تقدر تحطه على تي شيرت، انت بتعمل الديزاين وبترفعه بس لامازون وهو بيحطه على التي شيرت وبيبيعه وبيعمل كل الحاجات الباقيه عن طريق امازون، وبيديك ساعتها الربح بتاعك. يعني مثلا التكلفه بتاعت التي شيرت مثلا الثابته عن طريق امازون اللي هي 12 دولار، انت ساعتها بيديك الاوبشن ان انت تحط من 12 ل 20، كل زياده اللي من 12 ل 20 ديت بترجع لك انت ربح، وبناء بقى على عدد الحاجات اللي انت هتبيعها او التي شيرتس بالديزاينز اللي انت هتحطها ديت اللي انت هتبيعها ساعتها بيجي لك الربح عن طريق برضه باي بال. بس امازون ميرش فيه عيب وفيه ميزه. الميزه بتاعته ان في ناس بتعمل فلوس فعلا كويسه جدا عن طريق امازون ميرش، مجرد ان هم بيعدوا مثلا الحدود اللي هي في الاول اللي انت بتبيع حوالي 5 تيشيرتات، وبعد كده لو انت بتقدر تعمل ديزاينز بكوبي رايت تبع امازون خاصه بيها، لو عديتها وبقيت تبيع تيشيرتات كتيره، فانا عايز اقول لك ان ده ربح كافي جدا اصلا ان انت ما خليتش تشتغل اي حاجه ثانيه. بس العيب بقى بتاعه دلوقتي ان انت لو عندك اكونت مثلا في مصر او في تونس او في المغرب او البلاد اللي زي كده، للاسف مش بيبقى البنك اكونت بتاعهم، فبيحتاجوا بنك اكونت سواء عن طريق يو كي او اوروبا او يو اس او استراليا او بلد من الحاجات اللي هو بيحددها ديت، فهي تقريبا كان اسوأ عيب موجود معايا بالنسبه له. بس بشكل عام هي فرصه كويسه جدا لو قدرت ان انت تعمل ديزاينز كويسه
بالكوبي رايتس بتاعت امازون، ساعتها احب اقول لك ان انت هتتنقل نقله تانية خالص. رقم 9 معانا وهو هيومناتيك. هيومناتيك دوت موقع اسمه هيومناتيك.com. هيومناتيك.com دوت حاجه بسيطه جدا، اكنك شغال كواليتي في كاستمر سيرفيس، ان انت بتسمع مكالمه ما بين شخصين وانت ساعتها بتقدر تقيم المكالمه ديت مثلا من 1 لـ10، او بتقول لهم مثلا فيدباك بتاعتك، الشخص ده كان بيتكلم في حاجه كويسه او مش كويسه، او المفروض الرد كان يبقى بطريقه معينه. الكلام ده كله حاجات بسيطه، اي حد اشتغل في كاستمر سيرفيس يقدر يشتغل الشغلانه ديت، بس عاده بتبقى بالانجلش، بس حاجه بسيطه جدا وربحها ما بيبقاش عالي قوي، بيبقى حوالي من دولار لأربعة دولار للمكالمه او للكيس ايا كان بقى مدتها. ديت بترجع للكيس نفسها او للويب سايت اللي انت بتقدر تستخدمه. رقم 10 معانا وديت مش طريقه، ديت حاجه ترجع للترانسكريبشن اللي هي كانت اول حاجه معانا، وموقع اسمه rev.com. rev.com دوت تقريبا من احسن المواقع اللي انت بتقدر تشتغل عليه عن طريق ان انت بتسمع الفيديوهات او بتشوف الفيديوهات وتسمع مثلا كليبس معينه وبتقدر تحولها لحاجات كتابيه. تقريبا ده اكتر موقع الناس بتشتغل عليه في الترانسكريبشن، ودوت اكتر حاجه اقدر ارشحك بالنسبه لاول حاجه عندنا. وتقريبا اي حد شغال في الترانسكريبشن ممكن بيشتغل على موقعين، بيبقى ريف دوت اساسي وبيشتغل على موقع تاني على اساس ان هو يقدر يقارن ما بين الحاجتين، بس دوت بيبقى كفايه وعليه فرص كتير جدا لحاجات كتير جدا. رقم 11 معانا وهي حاجه بسيطه جدا والناس هتتريق عليها، وهي ميوزك اكس راي، ودوت عباره عن موقع بيخليك تسمع اغاني وبتديهم الفيدباك بتاعتك، بس الفيدباك بتبقى عن طريق اسئله معينه هم بيديها لك او اسئله هم بيديها لك وانت بتجاوب عليها، ودوت بيساعدهم ان هم يقدروا يعملوا شير للاغنيه ديت، او مثلا يعملوا ببلش، او ان هم يوزعوا الاغنيه ديت في مكان معين او في بلاتفورم معينه او راديو او تلفزيون او انترنت. ده كله بناء على السيرفي اللي انت المفروض بتقولها لهم او فيدباك اللي انت بتقولها لهم عن طريق الاغنيه اللي انت بتسمعها ديت. طبعا طريقه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه للناس اللي بتحب اغاني، بس للاسف مش بيدفعوا كتير فيها. كل الفرص اللي فاتت ديت فرص سهله جدا الناس تقدر تشتغلها عن طريق الاونلاين وهي قاعده في البيت او هي مسافره او وقت فاضي، او ان هم ياخدوها بارت تايم جوب اللي هي مثلا حاجه بسيطه مثلا جنب شغلهم لو عندهم وقت كفايه ان هم يقدروا يشتغلوا حاجه ثانيه. واشهر حاجه للحاجات ديت الناس اللي بتقدر تكتب كويس وعندها لغه كويسه، ديت اكتر ناس بتقدر تلاقي فرص سواء عن طريق ترانسكريبشن او عن طريق ترانسليشن. الكلام ده كله تقريبا بيبقى اعلى بيمنت الناس بتقدر تاخدها عن طريق الحاجات اللي هي بتتكتب، سواء ان انت بتكتب مثلا ارتكل عن حاجه معينه، او ان انت بتسمع الفيديو او الاوديو اللي هو بيديه لك، وان انت تقدر تحوله لحاجه كتابيه. طبعا في شروط بيحتاجوها الناس اللي بتكتب ديت بالذات، ان هو عندهم يبقى جرامر كويس، عندهم السبيلنج ميستيكس ديت تبقى قليله جدا، غير ان هم يبقوا ناس سريعه، وبرده بيراعوا جدا حوار البانكتويشن، لان طول ما انت عندك غلطات كتير كل ما الفلوس بتاعتك تقل في الارتكل او الحاجه اللي انت بتكتبها ديت. ده كله كوم، والناس اللي شغاله فريلانسنج سواء بقى في الديزاين او في الترانسكريبشن او في اي حاجه تانية يقدروا يشتغلوا فيها اونلاين حاجه خاصه بيهم هي، ففي مواقع كتير جدا بتوفر لك الكلام دهوت، بس لازم يبقى عندك بروتوفوليو محترم، علشان ان انت دلوقتي بتبقى في سوق مفتوحه على ناس من مستوى العالم كله، فان انت لازم عشان حد يختارك لازم يبقى عندك سكيلز او مهارات معينه كويسه ان انت تقدر تقنع الشخص دهوت ان هو يقدر يشتغل معاك. فالمواقع ديت في حاجات كتير زي فريلانس واب وورك، وفي حاجات كتير هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. مجرد ان انت بتدخل على موقع وتعمل اكونت وتعمل بروتوفوليو ليك محترم، وبعد ما بتشتغل الناس تديك فيدباك، طبعا الريت او الرانك بتاعك بيعلى في الموقع، وبعد كده ان انت المفروض بيبقى ليك اسم لوحده على الموقع، وده بتسهل عليك ان انت تقدر تشتغل لوحدك. ساعتها بيبقى في فرص كتير واسهل كتير، وساعتها تقدر تعلي القيمه بتاعت الشغل بتاعك. مثلا ان انت بتعمل 10 دولار للديزاين دوت، ممكن تخليها 20 او 30 بعد ما الرانك بتاعك بيعلى في الموقع. وبعد كده حاجه تانية برشحها، ان انت لو كويس في الحاجه ديت خليك في الموقع دوت اللي هو فريلانس او اب وورك او وات ايفر الموقع اللي انت شغال عليه، وتقدر تعمل موقع ليك انت خاص، وبعد كده تحول الشغل بتاعك على الموقع بتاعك وحاجه تبقى خاصه بيك، وفي نفس الوقت انت شغال في الموقع اللي هو اب وورك اللي هو بتاع الفريلانس والموقع الخاص بيك، وساعتها ديت بتبقى حاجه كويسه جدا، بغض النظر بقى ان انت تشتغل في شركه تشتغل مع واحد، ديت حاجه بتبقى اسهل كتير جدا، وساعتها انت بتقدر تحط السكادجول بتاعك، بتقدر تحط المبلغ اللي انت عايزه، والكلام ده كله طبعا بيبقى بالدولار، لان انت بتتعامل بشكل عام مع ناس انترناشونال، حتى لو حد هياخد لك حاجه من مصر فهو مضطر ان هو يدفع لك بالدولار، فديت طبعا مفيش مقارنه ما بينها وما بين الاسواق اللي هي محليه عندنا سواء احنا في مصر او في اي بلد عربيه، طبعا الاسعار هتبقى مختلفه خالص. وكده تقريبا احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، تقريبا الحاجات دي كلها عن طريق تجربه شخصيه او تجربه لحد اعرفه شخصيا عملها، فعشان كده انا جبت الحاجات اللي انا اعرفها. ممكن يبقى في حاجات تانية اكتر كتير او في طرق كتير ممكن تقولها لي في الكومنتات، ممكن نعمل عليها فيديو تاني، بس ديت الحاجات اللي انا متاكد منها 100% او ان هي اتجربت قدامي او انا اشتغلت فيها بنفسي. وفي الاخر مش هقول لكم تاني وتالت ان انتوا تتفرجوا على انستجرام وتاخدوا لفه فيه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.